شاهدناها، من هو الفريق الذي فاجأكم، الذي لفت انتباهكم، الذي تتوقعون له تألق آخر؟ نظن الفرق الصغيره اللي تاهلت، نظن كما تكلمت على بازار الصخره، هذا الفريق كان منهزم 2-0 ورجع في النتيجه 2-2 وفاز بعدها. قادر يكون مفاجاه في ممكن ممكن مصطفى؟ نعم، كاين قيس، كاين بازار الصخره، كاين قلت لي عند دفله في الكواليس. نعم، عند دفله. أمل هذا الفريق اللي يمشي بعيد في الكاس، عنده رائد دفله في كل مره، يعني يتقدم في ادوار متقدمه، يعني كل عام نشوفوه في الادوار المتقدمه. طبعا هذه صور الضربات الترجيحية التي صنعت الفارق في نهاية المطاف، والفرحة كانت هكذا كبيرة لأن الأمر يتعلق بالسيدة الكأس، ولكن طبعا الأجواء هي هكذا